يا كريم جيت وجبت معايا قصيدة عن هالناس الجعانين من عندي ليهم مقصودة ورموتوا يا الغوادين شعلها كريم شعلها مرحب مرحب بغوالينا وكل الناس اللي تسمع فينا نحكوا على اللي صاير فينا من هالناس الغوادين قبل ما نبدا كلامي مجرودة من عز الحاني كاتبها من خط اغلامي بن غادة ومرحب بالزين والشهر النوري بن غادة ونحكي عن كل الغوادة اللي عدهم الغوادة عادة وهم في الدنيا خرابين هالدنيا شوفوا محلاها لو كان الغواد خطاها ونعيشوا عيشة فهواها نعيشوا عيشة سلاطين ونعيشوا عيشة سلطان اللي يحكم في كل مكان وغير الغواد الجعان جعلنا منها محرومين خلينا بن جاي وغادي مصعب هالعيشة في بلادي دي ما متولع قوادي والعسى عني بلا اثنين والعسى عني كل ليلة ما عارف شله نسوي لا يا ويلة مني يا ويلة يحسبني مثل الاخرين حاسبني مثل رجالي شرفنا ماضينا وانتم غير تعسوا فينا وسقسوا علينا معروفين غير سقسي علينا واستل رجال وما نبغوش الذل تكسرنا ما عندك حل بغدرة ربي العالمين وبغدرة الله المولى دي ما بيبانك مقفولة وكلامي واضح ونقولة نمشي برضاية الوالدين نمشي برضاية والدي وحاجة ما نعم.